ايش اقدر افكر فيه. مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي، ومساك الله بالخير للوالد. مساك الله بالنور والسرور فواز، ومساكم الله بالخير مشاهدينا. اليوم عندنا العديد من المواضيع والقصص الانسانيه اللي نعيشها ونعاصرها في هذه المرحله يا فواز. بالضبط يا لولو، صدقتي الجهود كلها تتكاتف من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا ودعم الجهود الوطنيه لمكافحه هذا الفيروس. اللي يميز البحرين يا لولو ويا مشاهدينا الكرام هو اتباعها لمبدأ الشفافية وانسيابة المعلومات للمواطن والمقيم حول هذه الجائحة، وأنا متأكد أن البحرين في ظل هذه الجهود المجتمعة والمتكاملة أصبحت نموذج يحتذى به في الكفاءة والاقتدار في مكافحة هذا الفيروس. صدقت يا فواز، يعني لاحظنا من أول ما تم الإعلان عن انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر من العام الماضي، ومباشرة الجهات المعنية في البحرين قامت على طول بالعمل وإجراء الخطط الاحترازية للتصدي للفيروس ووقاية المواطنين والمقيمين مملكة البحرين منه. من دون تمييز يا لولو، هذه النقطة تحتها خطين لازم، وهذا اللي راح يذكرها التاريخ لنا. بالضبط، من دون تمييز ومن دون تحميل أي شخص لأي تكلفة مادية، كل الخدمات المقدمة مجانية. لذلك إحنا اليوم نفخر مثل ما نفخر دائما ونعتز بانتمائنا لهذا الوطن ولحكمة القيادة والتزام الشعب بكافة الإجراءات، فالهدف واحد عند الجميع هو الحد من انتشار فيروس كورونا. أكيد يا فواز، ومثل ما قلت نحط تحتها خطين بدون تمييز. مشاهدينا خلكم معنا وتابعوا مواضيعنا المنوعة لهذا اليوم، فاصل وراجعين لكم. تباعدنا قليلا اليوم يحمي أحباءنا، أطفالنا، كبارنا والأضعف فينا. تباعدنا هو تكاتفنا معا كفريق واحد في وجه كوفيد-19. نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث استقبلت الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، استقبلت الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير، حيث قدم لها 10,000 كمام من النوع المميز القابل للاستخدام عدة مرات واللي أنتجتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وخلال اللقاء نقل الدكتور مصطفى السيد تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لجميع منتسبي وزارة الصحة، وتقدير سموه للدور البطولي والجهود الكبيرة اللي يقوم بها منتسبو وزارة الصحة من أطباء وممرضين وإداريين اللي هم فعلا هم أبطال البحرين الذين يقفون في الصفوف الأولى في معركتنا مع وباء كورونا. من جانب آخر، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن الوزارة ستدشن خدمة تفاعلية جديدة بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين.
أكيد. ومن جانبها أكدت السيدة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية مع قرار اللجنة التنسيقية بالسماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية في مملكة البحرين. هذا وأشار المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أشار إلى أن هناك مشروعين جديدين، أحدهما إنشاء وحدة العناية القصوى، الثانية في سترة عبر زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال الحالات المصابة، والآخر يصب في إعداد وتطوير الكادر الطبي. أكيد. ومن جانبها قالت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن المملكة سجلت أعلى معدل تعافٍ على مستوى العالم، حيث وصلت عدد حالات الشفاء من المرض إلى 1762 حالة. بالضبط للوة. خلال شهر رمضان المبارك تعمل جمعيات المجتمع المدني على نشر الخير من خلال عدة حملات تطلقها هذه الجمعيات. أكيد. ومن بين هذه الجمعيات جمعية بصمة خير اللي شاركت مع منتسبي وزارة الداخلية في توزيع وجبات الإفطار اللي جات في إطار حملة فينا خير. أكيد زميلتنا شوق العثمان زارت موقع التوزيع وأعدت لنا التقرير التالي، خلنا نتابع معاكم. يستمر العطاء في الشهر الكريم بمشاركة المتطوعين ومنتسبي وزارة الداخلية في توزيع وجبات الإفطار ضمن حملة فينا خير. طبعاً هذه مبادرتنا السنوية المعتادة اللي هي في شهر رمضان نقوم فيها، اللي هي الإفطار على الطريق وفطوركم علينا، بس هذه السنة تميزت طبعاً، وانتهز هذه الفرصة طبعاً وتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ ناصر لإتاحة المشاركة لنا في حملة فينا خير، طبعاً بالتعاون مع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية دائماً ما تكون شريكاً أساسياً في مثل هذه الحملات لضبط الأمن والإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. هذا العمل اللي احنا نقوم فيه هو تعزيز لمبدأ الشراكة المجتمعية اللي تنتهجها وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فينا خير اللي أطلقها سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد، اللي أثبتت حجم العطاء والتعاون بين كافة أطياف المجتمع البحريني. طبعاً حسب توجيهات معالي سيدي وزير الداخلية قامت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والمحافظة الجنوبية بالتعاون مع العديد من المتطوعين لتوزيع الوجبات الغذائية الإفطار في عدد كبير من المواقع في نطاق المحافظة الجنوبية، وإن شاء الله إحنا بنكون مستمرين في توزيع هذه الوجبات طيلة شهر رمضان المبارك. عدد كبير من المتطوعين بمختلف الأعمار شاركوا في الحملة بهدف مساعدة كل مكونات المجتمع في هذا الشهر الفضيل. تزامن مع حملة فينا خير اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد ضمن الشراكة المجتمعية نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعية بصمة خير مشروع إفطار صائم، بذلك تم التعاون مع 100 متطوع يوميا، وذلك تم توزيع 4000 وجبة بشكل يومي، وتم اللي هو مراعاة الإجراءات الاحترازية يوميا. والله حملة شو أقول ممتازة، وكم مثل شفت عينكم المتطوعين قاعدين يجونا من كل صوب، وكل واحد يحب يحط يده من كل مكان، واحنا نتمنى ان بعد يحطون يدهم معنا. قعدت في البيت قاعده عاديه، فقلت ليش ما اتطوع واحصل اجر من عند الله، واحنا يعني شقش مثل ما احنا فينا الخير يعني نسويهم احسن من الخير يعني هالشيء. الخير والعطاء مستمر رغم التحدي الصحي ليثبت ابناء البحرين كل يوم حجم عزمهم. مشاهدينا ننتقل معكم إلى فواز اللي راح يستعرض لنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين، تفضل فواز. شكرا للوا. طب بالطبع مشاهدي الكرام راح نستعرض معكم في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء السادس من شهر مايو 2020، فقد بلغت الحالات القائمة 2066 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 2062 حالة، فيما يبقى 4 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافون فيبلغون 1860 متعافي، أما الوفيات 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان.
وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 160 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة الحالات اليوم الأربعاء في مملكة البحرين رصد 214 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 159 حالة لعمالة وافدة و53 حالة لمخالطين وحالتين قادمتين من الخارج ضمن خطة الإجلاء، وتعافي بالتالي 98 حالة. هذا كل ما لدي وعودة لتشلولو. شكرا فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. جهود كبيرة تقوم فيها وزارة الداخلية بالنهوض بواجبها تجاه حفظ الأمن واستقرار لمملكتنا الغالية، وأيضاً في الصفوف الأمامية ضمن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. بالفعل، وضمن هذه الجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل مختلف إدارات وزارة الداخلية، انسلط الضوء اليوم على قيادة خفر السواحل ودورها في حماية مياه البحرين الأقليمية. طبعاً يسرنا أن يكون معانا النقيب نايف عيسى الشيخ، رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية. مرحبا فيك النقيب نايف، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك تبارك، ونمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير. يا مرحبا فيك نقيب نايف. تم توفير خدمات إلكترونية تتعلق بسبل التعامل مع القوارب وأيضا تعزيز الاشتراطات السلامة، ماذا عن تقديم هذه الخدمات ومدى الأقبال عليها؟ فضلا عن المواقع الإلكترونية لوزارة الداخلية وقيادة خفر السواحل، اللي توفر الإرشادات والتعليمات واللي فيها آخر الأخبار اللي تتعلق بقيادة خفر السواحل والقوانين والأنظمة المطبقة على المياه الإقليمية لمملكة البحرين، هناك تطبيق سكيب لاينو. نعم، تطبيق سكيب لاينو هو تطبيق يفعل من عدد من الجهات الرسمية من ضمنها قيادة خفر السواحل. ويهدف هذا التطبيق إلى حجز مواعيد مسبقة لشعبة التسجيل والترخيص لإتمام عمليات التسجيل والترخيص للقوارب الصغيرة. وهذا التطبيق سهل تحميله من خلال الأجهزة الذكية ويوفر خاصية حجز الموعد. بهذه احنا نقدر ننظم عملية تقليل عدد المراجعين، ذلك في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وفي نفس الوقت احنا نسهل الإجراءات لهم ويكون العمل مستمر بسلاسة والإجراءات تمشي بسلاسة. نعم، يعني أكيد سلامة مرتادي البحر أكيد ضمن المهام الأساسية لمرتادي البحر، ونعرف أن عندكم نشرات توعوية، لو تكلمنا عن أبرز النصائح اللي تحتويها هذه المطويات. مثل ما الكل عارف، احنا مقبلين على موسم الصيف ويزيد عدد مرتادي البحر، لذلك قيادة خفر السواحل تذكر مرتادي البحر بهذه الإجراءات والإرشادات والسلامة، لعل أبرزها هو اقتناء معدات السلامة على مد القوارب، مثل جهاز التتبع الآلي اللي موفر عن طريق وزارة الداخلية، وكذلك عندنا طفاية الحريق وسترات النجاة، ويجب أن تكون هناك المؤونة كافية لمدة الرحلة، وكذلك الوقود يجب أن يكون كافي لمدة الرحلة. وفضلاً على ذلك، يجب على مرتادي البحر تسجيل الخروج أثناء الإبحار لدى نقاط المراقبة الساحلية من خلال تسجيل الخروج وذكر بيانات الطاقم وأرقام تواصلهم ومدة الرحلة، وكذلك بالإضافة إلى مدة الرحلة وقت العودة.
بالضبط. كل هذه سهل علينا نحن كقيادة خفر السوائل، في حال لا سمح الله وقع مكروه، تأخر القارب العودة، في سبل تواصل صحيح معهم عشان جميل جدا نساعدهم. جميل جدا. هذا الأولى بالتحديد، أنا من عشاق البحر وأشوف يعني اللي يروح البحر ويسجل وأنا ما سجل، إذا كنت مع العيال، إذا كنت مع الأصدقاء، نعم، نسجل. إذا تتأخرين يتصلون فيك وزارة الداخلية، إدارة خفر السواحل، ويطمنون هل أنت عندك مشكلة في القارب، هل أنت تأخرتي لسبب ما، فيعطيهم العافية على هذا الجهود إدارة خفر السواحل. زميلنا أيضا عمار انتقل إلى إدارة خفر السواحل وتفطر مع رجالة خفر السواحل بأحد النقاط التابعة لهم، ورجع لنا بالتقرير راح نشوفه معاكم ويسلط من خلال الضوء على دورهم الكبير. خلينا نشوف هذا التقرير. على أرض البحرين الطيبة وبحارها الممتدة عين ساهرة، وعلى زوارقها المزودة بأحدث التجهيزات تخالف الأمواج في حماية مياه المملكة الإقليمية، وتواجه كل ما يعكر صفو أمنها. قاطع من نعسان إلى خفر السواحل، بغيت النشرة الجوية، الرسالة واضحة. الرسالة جدا وهذا يعطيك العافية. تغطيتنا هذه المرة رست عدساتها على إحدى نقاط خفر السواحل المزودة بمنظومة رادارية وكفاءات تواصل ليلها بنهارها في الحماية وتقديم العون لمن تاهت به الاتجاهات أو تعذر زورقه عن مواصلة الإبحار. تعمل قيادة خفر السواحل على مدار العام وخلال شهر رمضان المبارك في حفظ أمن حدود البحرية لمملكة البحرين، وذلك عن طريق عمليات مكافحة التهريب وتسلل البحرية وكذلك القرصنة البحرية، أيضا في تقديم المساعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ وحماية المياه البحرية، ذلك أيضا عن طريق أحدث التقنيات الأمنية واستخدام الزوارق المزودة بكافة معدات الأمن والسلامة. أيضا مؤخرا تم استكمال منظومة السياج الأمني التي ساهمت في تحقيق الأمن على حدود المياه الإقليمية، وكذلك أيضا ساهمت في فرض السيطرة والرقابة على المياه الإقليمية لمملكة البحرين. طبيعة العمل مالنا يكون احنا يومين بيكون من خلالها تفتيش السفن ومراقبة القوارب اللي تدش في منطقة الحظر من خلال غرفة الرادار. عندنا بعد طاقم يتم من خلال الطاقم يتم تفتيش السفن والاطلاع على ما هو موجود في القارب من أدوات السلامة، من اللايف جاكيت، من طفايات الحريق، من دعوات الإسعافات الأولية، من اللوازم كاملة. وفي الوقت الذي يتثاءب فيه المساء يتواصل عمل دوريات خفر السواحل حتى يخيم الليل على المملكة والأمان يحيط مياهها. تقرير رائع عندها الزميل عمار العماري، وفعلا شفنا فيه الجهود اللي قاعده تقوم فيها خفر السواحل. وشوف قاعدين حتى احنا لما نبث لكم مثل هذه الفيديوهات احنا على طول نكرر ونقول في كل حلقه ان في افراد قاعدين يعني يتفطرون ويتسحرون في مواقع عملهم، يشتغلون 24 ساعه. احنا نحاول نحن ننقلكم معنا في رحله للخط الاول اللي على طول قاعد يدافع عن البحرين، سواء جنودنا الجيش الابيض او حتى جنودنا اللي موجودين في وزاره الداخليه. طبعا عوده لك النقيب نايف، ونتكلم اكثر عن الالتزام باشتراطات السلامه وربط السفن بقياده خفر السواحل. من الامور اللي عملتم عليها طويلا، الى اي مدى تشوفون تجاوب مرتادي البحر معاكم ومع تعليماتكم؟ طبعا مع بداية مشروع السياج الأمني عام 2008 ومع قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قواعد السلامة والتسجيل الخاصة بالسفن الصغيرة، الحمد لله قيادة خفر السواحل تمكنت من ربط العديد من قوارب السفن وغالبيتها خلينا نقول لدى مركز العمليات البحرية وشعبة التسجيل والترخيص. إلا مع ذلك يعني نوه من هذا المنبر أن في بعض ملاك الدراجات المائية، نعم،
ما قاموا إلى الآن بالتسجيل لدى قيادة خفر السواحل، تسجيل درجات الماء، على الرغم من مرور ما يقارب سنتين ونصف من صدور القانون اللي ألزم جميع ملاك السفن على تسجيل سواء كان قارب صيد أو كان دراجة مائية أو أي نوع من أنواع السفن. فمن خلال هذا المنبر إحنا نطالب وننوه ضرورة الإسراع بتقديم طلبات التسجيل للدراجات المائية، يعني تجنبا لصدور قرار لاحق في القريب العاجل مثلا بإيقاف المعاملات اللي تتعلق بتسجيل الدراجات المائية، خصوصا اللي ما عندهم سندات أو وثائق تثبت ملكية هذه الدراجات. صحيح نقيب نايف، واضح من كلامك أن في حرص على التواصل مع أصحاب القوارب وتوعيتهم بالإجراءات القانونية السليمة ضمن تعزيز الشراكة المجتمعية، شو اللي حققتم فيه في هذا الجانب بالتحديد؟ الحمد لله التوعية هذه تعزيز للشراكة المجتمعية. نعم. وإحنا من خلال وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، عقد مؤتمرات صحفية، اجتماعات خاصة مع الشركات البحرية، مع جمعيات الصيادين، مع مرتادي البحر، حتى مع هواة الغوص، نستمر نقدم لهم الإجراءات القانونية المطلوبة في كل رحلة، في كل عمل بحري، في كل طلعة بحر مثلاً حق مرتادي البحر. صحيح، يعطيك العافية. يعني جهود كبيرة واضحة يعني، وموجودين على طول متوفرين معانا فعلاً، أنتوا يعني فريق البحرين نحن نعول عليكم مو بس في الأمن على في سواحلنا، أيضاً في كل المكان نشوفكم منتشرين خصوصاً في هذه الفترة. كل الشكر لك النقيب نايف عيسى الشيخ، رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، شكراً جزيلاً لك. يعطيكم العافية. الله يعافيكم، شكراً جزيلاً. العافية. فاصل مشاهدينا، وبالتأكيد راجعين لبرنامج مجتمع واعي. قسم ووعد نصون ونحمي البلد، ملك وحكومة وشعب، أرض وجو وبحر، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلاً بعد جيل ينقل عهداً ورسالة، العمل بجهد وتصميم على أمن المواطن والمقيم.
بالفعل أماني البحرين يا منبع الطيب. وضمن مبادرات البحرين العديدة المدرجة تحت مظلة حملة فينا خير، تطلق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مبادرة اجتماعية أسرية تحت عنوان نسأل عنكم. مميز الاسم نسأل جداً. عنكم أكيد أن إقامة مثل هذه المبادرات أبداً مو غريبة على المؤسسة الملكية اللي لها دور كبير في هذه المرحلة، مو بس في التوعية، أيضاً في توزيع الأدوية على كبار السن وصناعة وتوزيع الكمامات. وحق نتكلم أكثر عن مبادرة نسأل عنكم، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذة أمينة البن علي، رئيس قسم الإرشاد الأسري بالمؤسسة. ويا هلا ويا مرحبا فيك، ومبارك عليك سوال الشهر. الله يسلمك علينا وعليك، وأماني البحرين. يعني لو تكلمينا أكثر عن نسأل عنكم، شنو هي هذه المبادرة؟ طبعاً هاي المبادرة مو بغريبة على الرجل الأول في العمل الإنساني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكتنا الغالية، والرجل القريب لشعبنا مملكتنا الحبيبة سمو رئيس الوزراء سمو الأمير الملكي خليفة بن سلمان، كذلك الإداري المحنك في إدارة هذه الملف ولي العهد الأمير الملكي سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والقائد الشاب اللي يدير العمل الإنساني بحنكة صاحب السمو سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك في الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. طبعاً نسأل عنكم هيات مبادرة أسرية نتيجة الظروف اللي احنا نمر فيها، خصوصاً منتسبين من الأيتام والأرامل. يعني مثل ما أنتم تعرفون ظاهرة الفقد شيء موجع، شيء مؤلم، وإحنا بطبيعة يعني مجتمعنا المتآلف الإسلامي نحب التكاتف ونحب العمل الاجتماعي. صحيح. فحتم علينا الوقت في هاي الظروف الإنسانية والاستثنائية ان احنا فعلا نسأل عن منتسبينا من امهاتنا من خواتنا من ابنائنا في هاي الظروف. جميل يعني صراحة من الاسم حتى المبدأ، مبدأ المبادرة جدا بالفعل. جميل يعني وقت انقطعنا فيه كلنا عن بعضنا بحكم الظرف الراهن فعلا. لأن أنتوا قررتوا أن تتواصلون مع هذه الفئة بالضبط. ونسأل عنكم، أنا مركز على هذا الاسم، جميل جدا نسأل عنكم، تركز على عاداتنا وتراثنا. نعم. في التعاون والتزاور والتآخي والتوادد. نعم. أهداف هذه المبادرة أختي أمينة شنو أهدافها؟ طبعا هي أهدافها إنسانية بحتة. أن إحنا نبث الطمأنينة وروح الأمان في مملكة البحرين، إن إحنا نكون متواجدين وقريبين من أسرنا، نتلمس احتياجاتهم، شنو محتاجين، شنو المشاكل اللي ممكن تمر عليهم خلال هاي الفترة، شلون يتعاملون في هاي الظرف الاستثنائي، خصوصاً الأسرة جداً قريبة من بعض. نعم. وهذه الظروف اللي إحنا كنا دائماً نحلم فيها إن إحنا نقعد في البيت ونحصل وقت. فأعتقد إن أهم أهدافها إن إحنا نكون متواجدين قريبين منهم، نساعدهم باللي نقدر عليه من خلال إرشاداتنا الأسرية والنفسية. جميل جداً. وعشان نعرف المشاهدين أكثر عندنا هذا التقرير اللي راح يستعرض بعض المعلومات عن المبادرة، خلنا نشوفه معاكم ونرجع نواصل. Thank you.
أهداف بالتأكيد مميزة لهذه المبادرة نسأل عنكم، وإحنا بدورنا نسأل أيضا الأستاذة أمينة، بنسأل عنك وبنسأل عن هذه المبادرة. شو اللي تقدمونه من خلال هذه المبادرة أستاذة؟ طبعا بنقدم العديد من الخدمات من خلال هذه المبادرة. أولها تقديم خدمة الاستشارات الفردية بشكل مجاني للأيتام والأرامل عن طريق طبعا مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمؤسسة. راح نتواصل مع أسرنا من الأيتام والأرامل عن طريق الهاتف أولا، ونتلمس احتياجاتهم شنو هما يحتاجون خلال هذه الفترة. ثاني شيء راح نطلق عبر منصات العالم الافتراضي بما يسمى الإرشاد الجماعي، طبعا هذه أحد الخدمات اللي يقدمها قسم الإرشاد الأسري، متطورة جدا هذه الإرشاد الجماعي. نعم، يعني الإرشاد الجماعي له مثلا ميزاته وله أهدافه وله خصائصه، فإحنا راح نطبق نفس ما كنا نسويه في القسم ولكن في العالم الافتراضي. فراح نجمع مجموعة من أمهاتنا وأبنائنا شنو المشاكل اللي كلهم يتفقون عليها ويجتمعون عليها يحتاجون لها حل، راح يكون عن طريق هذه المنصة إن شاء الله. وكذلك عندنا بوستات إعلانية على طول في مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمؤسسة على طوال الأسبوع، نثقف نرشد نوعي المجتمع البحريني بشكل عام في كيفية التعامل الذاتي والنفسي والأسري في هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دقائق إيجابية مع مجموعة من المختصين في مجال التنمية الذاتية والأسرية راح نطلقها لعامة المجتمع. هي فيديوهات قصيرة ولكن محفزة ومنمية. أخيراً راح إن شاء الله نطلق استبانة وطنية تتعلق بأثر العلاقات الإنسانية والأسرية في ظل أزمة الكورونا لمجتمع البحرين. إن شاء الله يعني خدمات متكاملة. أنا ما توقعت هذا الإجابة على هذا السؤال. بالضبط، يعني توقعت أسأل عنكم وش التليفون بس أنت بخير ناقصة شيء وخلاص. بس ما شاء الله يعني تعدوا من دراسة توعية استشارات. يعني أنتم بديتوا في هذا الشيء؟ نعم، ابتدينا في إطلاق أول أنستا لايف، بث مباشر في لقاء اسمه تطمن، عشان نبث الطمأنينة وروح السكينة والأمان، نعلم حتى الناس شلون يقرون المعلومات اللي قاعدة توصلنا من المصادر الصحيحة. في ناس قاعدة تقرأ المعلومات والإحصاءات بطريقة خاطئة. نعم. وسلبية. نعم. فإحنا فعلا ابتدينا فيها في أول لقاء في الأنستا لايف، وراح يكون عندنا لقاء بكرة مع أحد الاستشاريين والمختصين إن شاء الله، وكلها على منصات التواصل الاجتماعي الافتراضي. دور مكمل لنا، دور مكمل بالفعل. يعني الجميل أن إحنا اللي قاعدين نشوفه هنا في هذا الاستديو، نشوف أن كل شخصينا دوره مكمل للآخر بطريقة جدا جميلة. إحنا نقدر فعلا نراهن أن البحرين كلها اشتغلت على هذا البروجكت. إيه والله صدقتي. الأجمل بعد أن كل واحد هو يبادر، ما حد قاعد يوجه الآخر أنه يبادر مثل هذه المبادرات. بالفعل. تنطلق من فعاليات شعبية، من رجالات وعيان المناطق كلها في محافظات المملكة الأربعة. جميل جدا. راح نواصل معك أستاذ أمين، أنا عندي فيديو متشوق أن أشوفه وأكيد المشاهدين راح يتشوقون أن يشوفونه. خلينا نشوف هذا الفيديو، راح نواصل بالتأكيد الحديث مع الأستاذ أمين ومبادرة نسأل عنكم. متباعدين اجتماعيا، متقاربين عاطفيا. بركز هالمرة على الطفل. يمكن الطفل مستغرب ليش أمه ما تجرب منه، ليش أخوه ما يجرب منه، ليش أبوه ما يجرب منه، وممكن يتوتر وممكن يصيح ويحتاج. فمهمتنا إحنا نحن نوضح له الفكرة، خصوصا إذا كان صغير يعني 4 سنوات لا يدرك ليش أمه ابتدت تمتنع عنه، فيخلق عنده طبعا أزمة نفسية. نحتاج إن إحنا نفهم هذه النقطة، نحتاج إن إحنا نسوي التوعية له كأنه لعبة. من الأمور اللي إحنا نقدر نسويها إن إحنا نلبس الطفل كمام لحمايته. إحنا نلبس كمام، ممكن نرسم عليه سمايلي فيس أو وجه يضحك، فالطفل لما يشوفنا يشوف الابتسامة على وجهنا، فهذا الشيء بيساعد الطفل إنه هو يتقبل الوضع المتأزم في الأسرة، وبيخلي الطفل يعرف بعض الأشياء الوقائية اللي نقدر نوصل له إياها، مع أنه هي مستوى يمكن يكون أكبر من سنه. يعني فعلا الفيديو يدعو الى الايجابيه، يعطينا يعني بعض المهارات الايجابيه في التعامل مع هذا الوضع اللي احنا قاعدين نعيشه. اعتقد ان احنا بعد بندخل معاكم على الانستغرام دام انه هو لايف، اعتقد انه من حق اي احد يدخل. لكن يعني اختي امينه اثارني يعني وايد التخصص، تخصصك يعني انت باحثه ومختصه في اضطرابات الضغوط
التالية للأزمة خصوصا في حالات الصدمة للصدمة. اي نعم في حالات الفقد وخصوصا للأيتام والأرامل. نعم. يعني لو تكلمينا أكثر عن تخصصك الفريد أعتقد. هو فعلا يمكن يعتبر فريد ونادر أو يمكن ناس وايد ما تعرف عنه. اضطراب الضغوط التالي للصدمة هي أحد الاضطرابات المصنفة عالميا واللي البحرين تميزت فيه وخصوصا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اللي ارتأت أهمية الجانب النفسي للأرملة في بداية الفقد وشلون تتعامل مع هذه الصدمة. يعني كثير إحنا من الحالات اللي تمر علينا أغلب الزوجات للأسف يكون الوفاة أمامها أو الوفاة يكون أمام الأبناء أو في البيت أو يكون مثلا خارج البيت ولكن يعني بظرف صادم للأسرة، حادث لا سمح الله أو حريق لا سمح الله، هذه هي الصدمة. فالكثير من الأسر ما تعرف شلون تتعامل مع الصدمة وشنو آثارها شنو خصائصها وهل أنا أعاني من الصدمة ولا أنا خلاص تقبلت الوضع ومشيت، شلون أنا أقيم نفسي، شلون أنا أقدر أتعامل معه. فهذه الاضطرابات لها خصائص معينة، إحنا دورنا إن إحنا في بداية الفقد نتواجد. نعم. عن طريق طبعا تعاوننا مع وزارة الصحة مشكورين، الوفيات القوائم أول بأول توصلنا. تمتصون الصدمة من خلالها. من البداية. تهونون عليهم المصاب. من البداية. جميل جداً. جدا يعني صراحة أنا منبهرة إن إحنا في البحرين عندنا هذه الطريقة في التعامل مع الأرملة ويعني أول يوم. فعلا يعني الفقد بروحه صدمه انا عندي يعني ايا كانت الطريقه. صحيح. جدا جميع عمل جبار قاعدين يقومون. اكيد يقومه. اكيد يعني هذه الاعمال اللي تقولين عنها. نعم. نعجز عن الشكر عليها والاجر من الله سبحانه وتعالى على كل ما تقومون فيه من مبادرات جميله واعمال انسانيه مميزه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك استاذه امينه البن علي رئيس قسم الارشاد الاسري بالمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعطيك العافيه. مشاهدينا وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مبادرة صناعة الكمامات الوقائية وهي إحدى مبادرات حملة فينا خير. أكيد وساهم في هذه المبادرة العديد من المتطوعين من الأسر المنتجة والمشاغل وحتى الأفراد. خلنا نتابع معاكم مشاهدينا هذا التقرير التالي وراجعين لاستكمال باقي فقراتنا، خلكم معنا. كل زمان وكل مكان مبادراتنا تسبقنا والفعل الخير كل من يسابق، الصغير يشوف الكبير ويتعلم، يا زين الشغل لين تبارك بديات الأمهات. التطوع قصة وقصتنا غير عن باقي القصص. كنت في اجتماع مع الشيخ علي بن خليفة الخليفة مدير إدارة تنمية الموارد بالمؤسسة، قلت له شيخ ايش رأيك نسوي كمامات، ترى في نقص في السوق وفي ناس محتاجين. قال والله فكرة زينة. على طول خبرت سمو الشيخ ناصر أعجب بالفكرة لآخر درجة، قال لي الآن تعلن عن الفكرة. بدينا في مبادرة صنع الكمامات، درسنا فكرتها ودرسنا القماش المستخدم في عمل الكمام والمواد اللازمة لصناعته، تواصلنا مع الأسر المنتجة ورحبوا بالفكرة. جذبت المبادرة عدد كبير من المتطوعين وبدخول المشاغل معنا زادت عدد الكمامات اللي ممكن ننتجها.
من بعد ما تم الاستلام الكمامات من الأسر المنتجة والمشاغل بعد يتم تغليفها وتجهيزها من قبل متطوعين المؤسسة. وهني ديورنا كمتطوعين نجهز الكمامات ونقلفها ونوديها حق الجهات المحتاجة. أكثر شيء أثر فيني هو بزيارتنا حق الأسر. كنا ندش قرى، في ذي القرى كانوا يمكنهم أكثر ناس محتاجين، نحس إنهم محتاجين ويخيطون ويعطوننا إياه. يعني كنت أقول حتى في بداية المبادرة كنت أقول حق الدكتور أكثر شيء مؤثر كان إن الناس اللي ما قد تقدر تساهم بفلوس ساهمت بمجهودها، وهذا يدل على أن البحرين بخير. كل واحد يقدر بطريقته يبادر فيها الحق الوطني، والبحرين تستاهل. والبحرين تستاهل لأن أحب البحرين. صنعت كل كمامة بكل حب. I do this because I love Bahrain and God bless Bahrain and God Bahrain deserves this. بحرين إكو نالا دلنا نقول পাহাড় অনেক সুন্দর, পাহাড় অনেক ভালো। بلد الكرام نرددها بكل اعتزاز، نترجمها بخير وعطاء، نقولها وبكل فخر، فينا خير، الوطن الخير. تحية شكر وتقدير المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. طبعا الحديث أكثر عن مبادرة صناعة الكمامات الوقائية يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة هبة إبراهيم عبدالله، رئيس قسم البرامج الخيرية والإنسانية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نمسي عليك بالخير أستاذة، وبداية بودنا نتعرف على فكرة المبادرة وأهدافها. مسي عليكم بالنور والسرور. والله كانت بداية فكرة صنع الكمامات الوقائية مع بداية قرار الالزام بلبس الكمام ونقص وجوده في الأسواق وحاجة الناس الماسة له. في ذي الفترة طرح علينا سعادة الدكتور مصطفى السيد فكرة صناعة الكمامات الغماشية القابلة للغسيل. طرحها على الشيخ علي بن خليفة الخليفة وعشان يشوف مدى إمكانية تصنيعها، وفعلاً هو رحب بالفكرة وعرضها على سمو الشيخ ناصر، ولاقت الفكرة اهتمام كبير من سموه، ولله الحمد وافقنا في ان احنا نبتدي في هذه المبادرة المباركة الحمد لله. نعم، يعني لو تكلمنا اكثر شنو هي آلية العمل اللي تم اتباعها في هذا الانتاج؟ كانت الآلية جدا بسيطة. مع بداية عرض فكرة المبادرة علينا ابتدينا بتكوين فريق بسيط، قمنا بدراسة السوق وشنو نوع الكمامات اللي ممكن القماش اللي ممكن نستخدمه لصنع هذه الكمامات، بالإضافة إلى أبسط الطرق لتنفيذ هذه الفكرة. ابتدينا بالتواصل مع الأسر المنتجة، وفعلا هم رحبوا بالفكرة وقبلوا فكرة التصنيع تطوعا. وبعدها مباشرة بعد فتح الأسواق ابتدينا بتوفير المواد، بدينا بتوزيعها على الأسر مع فيديو توضيحي يوضح لهم طريقة الصنع، وفعلاً بدينا في صنع الكمامات. نعم. لاقت المبادرة اهتمام عود من الأفراد والمشاغل طبعاً، وتوسعت وكثر عدد الكمامات اللي ممكن نصنعها بحكم دخول هذه الجهات معنا. نعم، بدنا نتعرف أيضاً على الجهات المساهمة، كيف كانت طريقة التواصل معها؟ والله بعد ما عرضنا على السوشيال ميديا فكرة المبادرة التطوع لصنع الكمامات لقينا عدد ما شاء الله كبير من المتطوعين يونا، سواء من الأفراد
اللي حابين يدشون في موضوع خياطة الكمامات أو من المشاقل اللي حابه تدخل معنا في المبادرة. ويعني وأنا أستقل ذي الفرصة أني أشكر كل شخص ساهم معنا وتطوع للمشاركة في هذه الإنجاز أو كان عضو في ساعد في تنفيذ هذه الفكرة. يعني ما شاء الله والله الحمد يعني قدرنا يدشون معنا ما يقارب 60 أسرة في المبادرة. عدد المشاغل اللي دشت معنا 32 مشغل. ممتاز جدا. يعني احنا ايضا نحن نستغل هذه الفرصه والمناسبه ايضا نقدم لكم الشكر انتم وكل جهات المساهمه في هذه المبادره المميزه. الاستاذه هبه ابراهيم عبد الله رئيس قسم البرامج الخيريه والانسانيه بالمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه، كل الشكر والتقدير لك. حياكم الله من جديد. فريق إعداد برنامج مجتمع واعي كل يوم يعدون لنا فقرة جديدة من البيت، وذلك لتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي وتطبيق لقرار العمل عن بعد والحد من الاختلاط في مواقع العمل. وأكيد فريق الإعداد وخصوصا تواصل مع جنود الجيش الأبيض وخصوصا الزميل عبد الله الحسيني بيكون معنا عبر السكايب. مساء الخير عبد الله، تفضل الكلمة لك زميل عبد الله، تفضل. يا هلا فيكم زملائي، أمسي عليكم بالخير والصحة والعافية وعلى السادة المشاهدين وين ما كانوا، وتقبل الله طاعتكم. اليوم تواصلت مع مجموعة من الأطباء بمختلف التخصصات وسألتهم سؤال، شنو علمتكم الكورونا؟ خلنا نتابع وياكم. علمتنا كورونا أن حياتنا فيها تفاصيل جميلة مع أهلنا، أمنا وأبونا، أخواننا، أزواجنا وحتى عيالنا. يمكن التفاصيل هذه غابت عن ذهننا قبل لأن عجلة الحياة كانت وايد أسرع من كذي، لكن الحين نستشعرها ونحس فيها بكل لحظاتها. تعلمنا من أزمة الكورونا أن كثير من الأمور اللي احنا كنا نعتقد أنها ضروريات وما تمشي الحياة بدونها، الحياة لازالت تمشي، وأن هي مجرد كانت كماليات والحياة تستمر. الإنسان دائما كائن متأقلم مع الظروف. علمتنا الكورونا أن قوة المجتمع تأتي بوحدة أفراده، وحدة الأفراد نتاج وعي وثقافة. علمتنا أن الصغير الهادئ ترى ممكن يكون أكثر فتكاً من الكبير الصاخب. علمتنا أن الناجح هو اللي يخطط لفشل خططه، والعاقل هو اللي يدرك قصور عقله أمام جماد صغير ليس له عقل. علمتنا الكورونا بأهمية أن نتكاتف مع بعض. علمتنا الكورونا بأن قلوبنا على بعض. علمتنا الابتسام في وجه الصعوبات. علمتنا بأن نصنع شيء من لا شيء. وهم من هذا كله علمتنا الكورونا بأن البحرين رقم صعب. الله يحفظ البحرين وأهلها ويحميها من كل سوء وضر. فعلا علمتنا الكورونا الكثير من الأمور، وأن الحياة تستحق أن نعيشها بحكمة وثقة وتفاؤل، والله يحفظنا جميعا من كل شر. هذه كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي. الله يحفظ الجميع يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية على هذا التقرير المميز. مشاهدي الكرام، كلنا اليوم نمثل فريق البحرين، كلنا اليوم لنا دور ومسؤولية يجب أن احنا نتحملها في هذه المرحلة الاستثنائية اللي تعيشها البحرين. أكيد فواز، يعني فريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا يضم جميع الخبرات والتخصصات ومن مختلف وزارات ومؤسسات المملكة، وهالتنوع والتكاتف في الجهود وضع البحرين في مقدمة الدول اللي اتخذت إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. البحرين اليوم يا لولو تشارك العالم بتجربة فريدة وناجحة للحد من انتشار كورونا، فالأفكار كلها تحولت إلى واقع وتم تنفيذها لاحتواء الفيروس، منها فتح باب التطوع لرفض الجهود الوطنية في مختلف المجالات وتطبيق العمل من المنزل وإطلاق التطبيق الذكي مجتمع واعي وتسخير التكنولوجيا ووسائل الاتصال وقنوات الاتصال أيضا الاجتماعي لتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وغيرها الكثير والكثير يا لولو. أكيد مثل ما قلت الكثير والكثير. الله يحفظ البحرين وأهلها يا رب. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. فمان الله، مع السلامة.